نقرا الاول. The opposite figure shows a plane mirror A and B. If the light ray fall on the mirror A and reflect the mirror B as the figure, calculate the following. The angle of incidence of the light ray on mirror A. اللايت ري على ميرور ايه اهو، فين الميرور ايه؟ تعالوا نبدا من تحت الاول. دي الميرور ايه، دي 30، يبقى دي كام؟ 60، ودي 60 زيها، يبقى اقول الانجل اوف انسيدنس كام؟ 60. ذا انجل اوف ريفليكشن اوف ذا لايت ري فروم ذا ميرور بي، ذا انجل بتوين ذا تو ميرورز. طيب الانجل اوف ريفليكشن هنا بكام؟ هتبقى 60 برضو، صح كده؟ ودي 60، يبقى اقول له 60 برضو. طب ما اجيب بقى الانجلز اللي جوه، دي 60 يبقى اللي جوه هنا ايه؟ 30، وهنا 30 اللي جوه التراينجل ده. طيب اتبقى كام من ال 180؟ يبقى دي 120، يبقى الانجل ما بين التو ميرورز 120 ديجري. المره دي ما ادانيش الانجلز بتوين التو ميرورز، لا انا خلاني اجيب الانجل اوف ريفليكشن هنا ب 6، ودي ب 6 زيها، ودي برضو 6، ودي 6 زيها. جاوبت كده انا اول سؤالين. عايز اخش بقى جوه التراينجل ده، اما دي 90 هشيل منها ال 60 دول، يبقى كام؟ 30، يبقى اللي جوه دي 30، واكيد الناحيه الثانيه نفس الكلام، هتبقى اللي جوه 30، 30 و30 و60، يبقى لي كام من 180 بتوع التراينجل؟ 120. يبقى الانجل بتوين التو ميرورز اللي هي الانجل دي 120، فاهمينها يا شباب؟ تمام. تعالوا نشوف كده نوع تاني من الأسئلة. ثانية واحدة. طيب تعالوا نشوف السؤال ده. What is meant by the displacement of a moving body changes 2 meters every second in a certain direction. أنا بقول لك دلوقتي إن الديسبيسمنت بتاعتك of the moving body change 2 meter per second for every second. كده معناها ايه؟ يعني معنى كده ان the velocity of the body، ان معنى كده مثلا انا فهمت ان the velocity of the body equal 2 meters per second. يعني ايه الديسبيسمنت بتتغير 2 meters per second او every second؟ اقول له انا فهمت كده ان the velocity of the body equal 2 meters per second. ما ينفعش اقول speed طبعا، عشان اقول لك displacement. يقول له ايه؟ ان the velocity of the body 2 meters per ايه؟ per second. يعني ايه ال change in the object speed per unit time equal 100 meter per second؟ فده معناه ايه؟ ان ال acceleration بتاعت ال body دوت equal 100 meter per second power 2. بصوا كده يا ولاد، a moving car cover distance، يعني ايه؟ دايما فكر نفسك بالسؤال. What is meant by a moving car cover distance 100 kilometer في ساعتين in 2 hours؟ يبقى اقول له ايه؟ اقول له كده ان the speed، ما هو مين distance بالنسبه للتايم؟ يبقى speed. يبقى اقول له ايه؟ ان ذا سبيد اوف ذا كار، مالها بقى السبيد بتاع الكار دي؟ هو 100 كيلو متر في التو اورز، ده ما يهمنيش في التو اورز، يهمني في الاور الواحده. يبقى معناها ايه؟ ان ذا سبيد اوف ذا كار ايكوال 50 كيلو متر بير اور. يعني يهمني في الاور السبيد بتتقاس ايه؟ كيلو متر بير اور، يبقى 50 كيلو متر بير اور. A body moves at acceleration او day acceleration motion equal negative 2 meter per second. معناه ايه؟ ده معناه ان ال speed decreases every، لا يبقى ما ان ده ذا معناه ان ال سبيد، speed decreases. ذا سبيد ديكريز كام بقى؟ 2 meters 2 بير meter per سكند second. فور ايتش اي 1 سكند. يعني معنى كده يا مستر ان ذا سبيد اوف بادي ديكريز 2 meters per second، اللي خلينا نقول decrease عشان النيجاتيف، يبقى decrease 2 meter per second for each 1 second. يعني سرعة العربية دي كل ثانية بتعدي بتكون سرعتها قلت كام؟ 2 meters per second. يعني لو كانت ماشية ب 10 يبقى الثانية اللي وراها 8، الثانية اللي وراها 6، الثانية اللي وراها 4 وهكذا. يبقى the speed of car decrease 2 meter per second for each 1 second. ممكن أقول كده إن the car move with negative acceleration equal 2 meters per second power 2. ما اقولش بقى ماينس، لان انا قلت كلمه نيجاتيف. اقول ذا كار او ذا بادي موف ويز نيجاتيف اكسلريشن ايكوال 2 متر بير سكند باور 2. بس الحل الاول هو تفصيلي اكتر، يعني ذا سبيد ديكريز 2 متر بير سكند فور ايتش 1 سكند، ان سرعه العربيه دي بتقل 2 متر بير سكند لكل ايه؟ لكل سكند. طيب تعال نشوف سؤال وات هابن ده.
A light ray falls on a concave mirror passing by its center of curvature. Reflect on itself. تمام برافو. reflect on itself امتى يا مستر؟ when it passes through the center of a of curvature يبقى reflect on itself. Falling a light ray parallel to the principal axis of a convex mirror. Falling a light ray parallel to the principal axis on a convex mirror. The اسمه reflecting it ray reflect diverged while its extension passes through. by through focus. بالظبط. تاني كده يا شباب نركز يا جماعه عشان دي شويه جديده. تاني ادي الكونفكس ميرور اهو صح؟ مش كنا بنرسمها كده في الحاله بتاعتها؟ when light ray fall parallel to the principal axis on convex mirror هقول له ايه؟ it reflect divergent اهو while its extension passes through the focus. ده اللي هقوله. ودي الحاله بتاعت الكونفكس ميرور الحاله الوحيده هرسمها قدامكم تاني افكركم بيها. ادي الكونفكس ميرور اهوت والبادي في اي مكان اهو. كنا بنعمل كده light ray parallel يحصل له طبعا الاف و سي جوه بقى المره دي behind mirror زي ما قلنا في اول الحصه. يحصل له divergent كده والاكستنشن يعدي على الفوكس. اللايت ري الثاني معدي على الاوبتيكال سنتر اهو الاكستنشن بتاعه سوري على السنتر اوف كارفيتش. فين الانترسكشن اهو؟ يبقى الايمج طالعه ايه؟ فيرتشوال وايريك تو ايه؟ وسمول. تعالوا نشوف السؤال ده جميل برضو. When which of the two rays, one or two or three, can pass without refraction, why and why? Three can pass without refraction since it's Three. passing by تمام. the ليه بقى؟ since it's passing by the optical center of the lens. برافو عليك. Because طبعا it's passing by optical center. لأن هو معدي على optical means center. Passes through focus. مين اللي يعدي على الفوكس and why؟ Can passes through the focus and why؟ هتبقى number one. Number one. برافو. لان هو ايه؟ ريفليكت ثرو ذا ايه؟ فوكس. ايوه هتبقى عشان خاطر هو بارل لل principal axis فيبقى reflect through focus برافو عليك. هو refract طبعا قصدي. نمبر 2 واضح ان هو اصلا معدي على الفوكس. هو عايز مين اللي كان باس ثرو ذا فوكس يقدر يعدي على الفوكس بعد كده. نمبر 1 ان هو ريفليكت ثرو ذا ايه؟ فوكس. شوف السؤال ده. ماشي. From the opposite figure compare between the two lenses according to the focal lens. ليه السين لينس عايز دي اعمل اللي هتبقى large focal lens برافو عليك. اول صح؟ حاجه علي هيروح عامل ايه في الامتحان؟ هيقول لي thin lens، هيقول لي ان thin lens مالها has اللارج large فوكال لينز. focal length. ماشي. طب الثيك تخينه بقى دي has small focal lens. بس كده انا كده عملت الكومبارس small focal length. Look at the opposite figures that represent two glass base and the zen explain how you can arrange them to form diverging دايفرجنج lens. لينز. يعني انت عندكم دول يا اولاد اسمهم اللي هو تراينجل بريزم اللي خدناه قبل كده ده زمان في سنه ثانيه اعدادي. بقول لك ازاي يا مريم تستخدميهم مع بعض وتحطيهم فوق بعض بقى تحطيهم مقلوبين تحطيهم معدولين بس تعملي منهم دايفرجنج لينز. اللي هي مين الدايفرجنج لينز؟ ليه كونكيف لينس. برافو. اللي هي الكونكيف دي. برافو عليك. دي يلا بقى تحطي التو تراينجل بريزم دول ازاي؟ نحط السن بتاعهم يكونوا لبعض. برافو عليك كانهم كده بالظبط. ممتازه اهو. ليه؟ لان احنا قلنا الكونكيف لينس عامله ازاي؟ thin from the middle رفيعه من النص شايفينها؟ هرسمهم له في الامتحان كده. هروح قايل له كده دي ايه؟ كونكيف لينس او دايفرجنج لينس. ليه يا اولاد؟ لان هي thin from the middle and thick from the two tips. ممتازه. طب لو عايز converging lens اللي هي الكونفكس يبقى حطهم المثلثين ازاي؟ هيبقوا يعني من البيز السن هيبقى بتاعتهم صح؟ لفوق من كل واحدة. يعني connected from the base كده كده. صح؟ لان هي ايه؟ thick from middle thick from middle and thin from tips. شوف سؤال كده. Point What is position. the name of the each organism and dimension the type of sexual reproduction in each؟ أول واحدة spore propagation ودي mushroom fungus. برافو. اسم الكائن طبعا المشروم. فانجس المشروم وفنجس طبعا ودوت والتانية يست. بودينج يست ايه؟ يست فنجس. فانجس وهي تبع تمام. البودينج. دبل بادنج ممتاز. ده بادنج اما ده سبورز بروباجيشن. فاكرين يا اولاد؟
المشروم والبريد مولد فانجس كل الكلام ده. طيب تعالوا نشوف السؤال ده برضو، السؤال ده من الأسئلة المهمة. يلا يا حلا. فرنسا أبيض فيجر كالكوليت توتال ديستانس. توتال اه عايز التوتال ديستانس. بص الجراف بتاعك بين مين ومين يا حلا الاول؟ displacement over time. displacement والتايم. برافو. انا عايز اعرف الديستانس، الديستانس كام؟ كل اللي انا مشيته الراجل ده مشي كام متر لفوق؟ 10 10. وبعدين عمل ايه؟ وبعدين رجعهم تاني، يعني 10 كمان، يعني يعني 20. برافو عليك. يبقى هو ايه؟ التوتال ديستانس كام يا شباب؟ 20 متر. ازاي يا مستر؟ ما هو مشي 10 اهو، 10 متر. خلي بالكم هنا مش سبيد، هنا ديستانس ديسبيسمنت، يعني مشي 10 متر ورجع 10 متر. يبقى الديستانس كام؟ ب 20، 10 بلس 10. فاهمين؟ تمام. الديسبيسمنت بقى يا حلا ما سمعتش، معلش. ايه؟ بزيرو هتبقى بزيرو. زيرو. تمام. ليه؟ لان انا زي ما رحت ايه، زي ما رجعت. خلي بالكم يا اولاد، خلي بالكم، لو افرض رجع لحد هنا، افرض رجع لحد هنا، هيبقى الديسبيسمنت بكام؟ مين الشاطر يقول؟ لحد لو رجع لحد النقطه الحمراء اللي انا حاططها دي، يبقى 5 كده. 5. برافو عليكم. بص يا اولاد، شوف دي النقطه، البدايه فين عندك؟ اهي النهاية اهي، بس هي قصادها كام في الديسبيسمنت؟ قصادها رقم كام؟ 5. يبقى شوية دول بكام؟ ب 5. فاهمين؟ محدش بقى يوصل لي خط هنا ويعمل لي الكلام ده، لا هنا مش كده. هنا مفيش الكلام ده، لأن ده جراف. تاني، افرض أنا مشيت أهو من 0 ل 10، وبعد كده وقفت هنا. وقف لك الخط هنا، وقال لك هات الديستانس، هتقول لي يا مستر 15، 10 رايح أهوت ورجع 5. لكن الديسبيسمنت هو بدأ فين؟ بدأ من عند الزيرو، ونهى فين؟ نهى عند الفايف. يبقى الديسبيسمنت بفايف. واصله كده؟ تمام. لكن في الحاله بتاعتنا هو انا بدأ عند الزيرو وانتهى عند الزيرو برضه. اه فعلا عند الزيرو برضه. يبقى كام؟ زيرو. الفيلوسيتي يا حبيبه افتر ذا فيرست 5 سكند، عايزين الفيلوسيتي عند اول 5 سكند. حبيبة find the velocity after 5 seconds، after first 5 seconds. يلا حبيبة أسرع شوية، يلا يا بسملة، اي مستر، هقول يا بسملة، عايزين ال velocity. ال velocity equal displacement over total time. تمام. ال displacement over the total time. وبما ان ال displacement بزيرو ف هتبقى ايوه، بزيرو. بس هو خلي بالك عايزها عند اول 5 ثواني، اول افتر خمس 5 ثواني اه افتر ذا فيرست 5 سكند، يعني هنا كده. خلي بالك ما قالكيش افتر 10 او افتر مثلا ذا هولي تريب، كل الرحله، لا هو عايز الافتر اول 5 ثواني. تن ال 10 بقى الديسبيسمنت ساعتها بكام هنا؟ بتن 10، والتايم بفايف. 5، يطلع كام ساعتها؟ 2 مترز بير سكند. فهمتي؟ تمام. لكن لو كان قال التوتال فيلوسيتي بصفه عامه لكل الجراف كله كنت هتقولي زيرو. صح، برافو عليك. نمبر 20، شوف كده. نوها ستاندز ات ا ديستانس اوف 3.5 مترز فروم ا بلين ميرور. طبعا حاجه زي كده اتفقنا، اعمل ايه؟ امسك ورقه وقلم وارسمها بنفسي. ادي بلين ميرور اهي كده، ووقف البنت نوها دي على مسافة كام؟ 3.5 متر. ماشي تمام، كمل. From a plane mirror and there is a barrier behind here. كان في حيطة ولا حاجز كده وراها. تمام، على بعد قد إيه؟ متر. ركزوا. يعني وراها حيطة أو حاجز، barrier، barrier يعني حاجز كده أو حائل كده، وراها على بعد متر. سؤال بقى، What is the distance between Noah and the image of the barrier in the mirror? طب يلا حاجة حاجة. فين صورة نوها؟ صورتها اهي.
وراها اكيد الحاجز ده على بعد متر وسرعتها على بعد 3.5. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ What is the distance between Noah and the image of the barrier؟ يعني فين نوها؟ اهي طلعتوها كام؟ الناس تكتب كده. بصوا كده يا ولاد اهو، ادي الميرور اهي، وادي البنت اهي على بعد كام؟ 3.5 متر، وادي البارير وراها، الحاجز وراها على بعد متر، وادي صورتها على بعد برضه 3.5، وادي الحيطه وراها على بعد متر. فين نوها؟ الاصل اهو اللي بالاحمر دي. فين صوره الحاجز في المرايه؟ صوره الحاجز كل المسافه دي كام بقى دول؟ 3.5 و3.5 7 متر، 7 متر وادي 1 متر اهو، يبقى كام متر بقى كده؟ 8 متر. نروح بقى كده لليونت 3 و4 كده، ناخد منهم كام حاجه مهمين. طبعا دي اسئله مهمه. يلا يا ولاد، اول حاجه مين اللي عمل النيبرال ثيوري؟ اكيد طبعا العالم مين؟ لابلاس. سبندل فايبر ار فورمد ديورنج ذا سيل ديفيجن ان، امتى بتتكون السبندل فايبر؟ اكيد طبعا في البرو فيز. قلنا في البرو فيز دوت بتتكون سبندل فايبر فورمد، بتتكون السبندل فايبر، لكن مين بيختفوا؟ النيوكليير ميمبرين اند نيوكليوس ديسابير. خلي بالكم بيختفوا، والعكس بقى في التيلو فيز اللي هي اسمها adverse changes، تغيرات عكسيه عن البروفيز، التلوفيز عكسه. السبندل فايبر نوت فورمد، لا المره دي ديسابير، وايل النيوكليوس اند النيوكليوم ممبرين ابيرد اجين، يظهروا مره ثانيه. ار فروم ار فورمد اوف جروبس اوف ستارز ان ذا يونيفرس، طبعا مين اللي عباره عن جروبس اوف ستارز؟ اكيد الجالاكسيز. Within minutes of the Big Bang, the atomic particles merged together, producing طبعا بيطلع مين؟ هيدروجين اند هيليوم. ولو سالني على الريشيو هقول له 3 to 1 او 75 to 25. 75% to 25 اللي هي 3 to 1 3 لواحد. ممكن تجي لي مثلا كوريكت ولا رايت اور رونج تقول له غلط، لا صح. الريشيو ما بينهم 3 to 1. تمام؟ بعد كده the two types of reproduction in living organisms، طبعا قلنا sexual and asexual reproduction. Draw the diagram that the following or the following is this phase، طبعا هقول له مين؟ هقول له طبعا اسمه، بس ما انساش ان هو عايزه draw، هيبقى هو الانا فيز. اروح عامل كده shrink للسبندل فايبر، الكروموسوم السنترومير split of each chromosome split into two halves، نصين اهو، سبندل فايبر shrink. بعد كده each group of chromatid migrate to one of the cell pool، كل مجموعه من الكروماتيدز ميجريت تهاجر او تتجه يعني towards the one of the cell pool. اللي بعده illustrate each of the following the origin of the solar system according to the crossing star theory. طبعا هنا يا اولاد عايز الشرح بتاعها كامل. each star approach to the sun، يعني في نجم كبير عدى قريب من الشمس. and the star attract the sun، تمام، star attract a part of sun that facing it طبعا. وبعد كده explosion was made gaseous line was formed from the sun، اتكون خط غازي من الشمس، ماشي، was formed from the sun and it is called. لو خليتيها نقط احسن بقى يا كنز، يعني لو انت عملتيهم نقط هتسهلي كمان على اللي بيصححها اكتر. يعني ممكن تقولي بقى ايه؟ then the gaseous line cooled and condensed forming eight planets sun control the planets او the revolving of planets around it. الشمس اتحكمت في دوران البلانيتس دي حواليها. طبعا هنا choose the correct answer. The scientist who established the crossing star theory، طبعا مين اللي عمل الكروسنج ستار ثيوري؟ اكيد هو التشامبرلين اند مولتون. تمام كده؟ الفريد هويل، طبعا الفريد هيل ده هو اللي عمل المودرن ثيوري، وطبعا الاثنين نيوتن واينشتاين ما عملوش خالص ثيوري في الحته دي. نمبر 2 crossing over phenomena take place at the end of pro phase 1. يبقى جابتنا كده دي بي. The chromosome chemically consists of nucleic acid DNA and protein. The type of sexual reproduction that occurs in some fungi and algae. احنا قلنا some fungi and algae دوت اللي هو السبور بروباكيشن. لو تفتكروا. بصوا كده لو انتوا عايزينها، وبالمره الشادي عايز التيلو فيز نشوفهم مع بعض كده يا ولاد، نراجعهم مع بعض. بصوا شويه. لما جينا نتكلم عن الباينري فيجن قلنا بيحصل في البكتيريا
والاميبا والباراميسيوم واليوجلينا، صح كده؟ وكنا بنقول ان البيرنت سيل مالها ديسابير. افتكروا الحاجات دي، النقطة الصغيرة اللي كانت ممكن تروح عننا دي، لو لما انا قلت لكم ان الوحيد اللي البيرنت سيل بتختفي فيه هو الباينري فيشن، خلاص انت رحتي مع السلامة، وبقى عندنا اتنين ولادي كهم جداد، البيرنت سيل اختفت. مين في الكلام ده بيحصل في الباينري فيشن؟ فاكرين؟ because طبعا it split into two identical cells، لان هي اتقسمت لاتنين جداد. لو قال لي give reason يعني. طيب النوع الثاني من السكشوال ريبرودكشن اللي هو كان البادنج. البادنج بيحصل فين؟ وقلت لكم احفظوها زي اسمكم اللي بتتكرر كتير. ان يوني سيلر زي اليست فانجس، في المالتي سيلر زي الهايدرا اند الاسبونج. شكرا كده، شكرا كده، البادنج خلاص. طبعا هنا البيرنت سيل موجوده، شايفين ازاي؟ موجوده، الام موجوده عادي خالص اهي، ما راحتش زي التاني، زي الباينري فيش. النوع الثالث بقى اللي هو الريبرودكشن باي ريجينريشن، ده خلاص معروف، الستار فيش ده ما فيهوش كلام، تمام. وبعد كده كنا عرفنا الفرق ما بين الريبرودكشن باي ريجينريشن والريجينريشن نفسها. الريجينريشن نفسها عمليه التجدد، انا بجدد الحاجات اللي باظت، صح؟ مش اسمها كده، بجدد الشقه بتاعتنا مثلا، يعني بجدد الحاجه اللي باظت. نفس الكلام ريجينريشن يعني ايه؟ It is the ability of animals to compensate their missing parts. انا اتقطع منك دراع اهو يا ستار فيش، طلعنا لك واحد جديد، كده ريجينريشن. اما بقى لما الدراع الجديد ده، الدراع اللي اتقطع ده سوري اهو، يعمل لي ستار فيش جديد، ده لا، ده كده ريبرودكشن باي ريجينريشن. شفت الفرق؟ يعني لو جات لك في الامتحان الصورة دي بس، كان دراعه مقطوع رجع تاني، شايفين يا جماعة ولا مش شايفين؟ رجع تاني، يبقى ده ايه؟ يبقى دوت ريجينريشن. ليه؟ لان هي ذا ابيليتي اوف انيمالز تو كومبنسيت ذير ميسنج بارتس. طب لما يجيب لك بقى الدراع المقطوع ويكون لك كائن جديد، بس بشرط it contains a part of central disc، ان يكون في حته كده من السنترال ديسك الحمراء اللي انتم شايفينها دي، فده اسمه ايه بقى؟ كده اسمه reproduction by regeneration. ايه الديفينيشن بتاعه؟ It is the ability of the missing part، قدره الجزء المقطوع ده. It is the ability of the missing part ايه بقى؟ In some living organisms to grow forming a complete organism identical to the parent individual. قدره الميسنج بارت، يبقى خلي بالكم برضه في الساينتفك تيرم، لما يقول لك the ability of the missing part to in some living organisms to grow and form a complete organism. stop، اقول له كده لازم reproduction by regeneration، فاهمين؟ لكن لما يقول لي the ability of animals to compensate their missing part، انا بعوض بس اللي اتقطع اللي اتلف مني، يبقى regeneration. وصلت كده؟ وطبعا النجم في الموضوع ده هو الستار فيش. هنا بقى تعالوا، الناس اللي نسيت وغلطت، لما يقول لك الريبرودكشن باي سبرونجي، سبرونجي اللي هي ايكوال سبور بروباجيشن، يقول عليها سبرونجي اللي هو الجراثيم يعني، بيحصل فين؟ ان سام فانجاي اند الجي. سام فانجاي اند الجي اللي هي مين؟ زي الفانجاي، زي البريد مولد فانجس، زي المشروم فانجس، طبعا اهو شفناه في الامتحان اللي فات، تمام؟ وسام الجي. يبقى مين ده على طول؟ سبور بروباجيشن، يبقى ما نغلطش فيها تاني، الناس اللي بتنسى بسرعه. خلاص يا شباب؟ بصوا تاني، لما تكون الدايره اللي جايبها لك في الامتحان زي ما شفنا كده زحمه كده ومشبكه في بعضها، يبقى انا بتكلم عن ايه دلوقتي؟ انا بتكلم على الانترفيس. الانترفيس اللي هو ايه؟ سام بيولوجيكال بروسيس اوكيرز، سيل بريبير اتسيلف فور ديفيجن. ازاي؟ بتعملي ايه يعني؟ بيحصل important biological processes، عمليات حيويه مهمه، و duplicating the amount of DNA. يبقى لما تكون الدنيا مشبكه كده في بعضها، لما تجي لك الصوره بقى، لما تجي لك الصوره بقت على شكل كروموسومز كده، الصوره دي او دي حتى كروموسومز كده، والنيوكليوس موجوده ولسه، يبقى ده البروفيز. لما تجي لك خطوط كده مرصوصه، يبقى ده مين؟ الميتافيز. لما يتفصلوا عن بعض وكل جروب يروح في ناحيه، يبقى ده الانافيز. التيلوفيز بقى يا شادي اللي بيحصل فيه نفس الرسمه بتاعت الانافيز، هتروح عاملها ازاي؟
بدل ما هما اتنين كده هتتعمل كده اهي، وهنا في كروماتيدز كده، لا اسيبها بقى اعملها اتنين بقى، يعني طلع لي اتنين سيلز ورجع لي النيوكليوس ونيوكليوم ميمبرين اهو، رجع بقى الحاجات القديمه دي، يبقى طلع لي الاتنين دول في الاخر، فاهم؟ يعني هتعمل ايه تاني؟ عامل ايه يا مستر تاني؟ هتروح عامل تو سيلز في اخر فيز يا ولاد، ورجع النيوكليوم ميمبرين اهو، ورجع النيوكليوس اهي، وهحط بقى الكروموسومز تاني نفس العدد بتاعت السيل الاصليه، خلاص وخلاص بس كده، ادي التلوفيز معايا شو دي كده، تمام؟ ايه تمام يا مستر. بس كده بكل بساطه عادي خالص. طيب نرجع بقى تاني شباب، يلا نشوفوا مع بعض كده. طبعا يا ولاد the age of universe، طبعا الكلام ده لازم يتراجع، لازم امسك البيج بانج كده واعرف after 3000 مليون years حصل ايه، after 5000 مليون years، after 10، after 12، تمام؟ هنا بقى ال age of universe اقول له ايه 15000 مليون، واكتب طبعا مليون years، وهتكتب 15000 وتسكت. number of galaxies بقى كام؟ عدد الجالاكسيز في اليونيفرس كام؟ طبعا 100000 مليون جالاكسي، هكتب له كده 100000 مليون جالاكسي، ماشي برافو عليك. يلا اللي بعده، سبحان الله لسه كنا بنتكلم عن سؤال مهم جدا. From the following figures two figures mention number one the name of the process that occurs in the figure A and B، اسم العملية اللي بتحصل في A و B، تمام؟ وركزوا في الكلام. Number two the importance of the process of the that occurs in figure A، وإيه أهمية A؟ What is the name of figure A؟ figure A ده اللي هو مين؟ اه تمام، يبقى اقول له ايه؟ crossing over phenomena، صح كده؟ طيب الثانية، واحنا قلنا يا محمد ما ينفعش نكتب regeneration هنا بس، لا regeneration لو هو مديني ستار فيش دراعه مقطوع وفي الصورة اللي وراها رجع له تاني يبقى regeneration، اما هنا مديني ايه؟ مديني الميسنج بارت، والميسنج بارت دوت فورم نيو اورجانيزم ايدنتيكال، يبقى ده اسمها ايه؟ دي كده اسمها ريبرودكشن، ريبرودكشن باي ريجينريشن، يبقى ده ريبرودكشن باي ريجينريشن. طيب وات از ذا امبورتنس اوف ذا بروسيس ان ذا فيجر اي، اهميه الفيجر اي طبعا ايه؟ كوزز جينيتيك فاريشن امونج ذا ممبرز اوف ذا سيم سبيشيز، بتسبب تنوع وراثي between the members of the same species، تنوع وراثي بين افراد نفس النوع موجود عندنا في الورق بتاعنا. طيب يلا كوريكت، نعمل كوريكت للسؤال اللي بعد كده. يعني هي مثلا 10 meters per second، عايز الكوريكشن بتاعها، معلش ده فلت ده من يونت 2. طيب تعالوا نحل السؤال كده. Correct the underlined words. ماشي يلا. أول واحدة كلنا دخلنا صح؟ ماشي. أول واحدة the solar system consists of sun and nine planets. طبعا ده سؤال سهل جدا. اللي هو 8 planets. The uniform speed of the car 78 كيلومتر بير اور 72. طبعا المفترض أعملها 72 تايمز 5 اوفر 18 زي ما إحنا متعودين. هيطلع فيها 20 meters per second. اللي هي طبعا مفترض هنا كده اي رقم بعد كام متر بير سكند، اروح انا قايل له ايه 20 متر بير سكند. ستار فيش ريبروديوس اسيكشوال باي باينري فيشن، طبعا لا مش بتاعتك خالص. ريجينريشن ريجينريشن، لكن لو كان قال لي هسيب كلمه باينري فيشن واغير ستار فيش، ممكن اقول البكتيريا، ممكن اقول الباراميسيوم الاميبا، كل الحاجات دي. ولا The focus is the point inside the lens. جوه العدسة. Placed on the principal axis. Mid distance. في النص كده في يبقى مين دي يا جماعة؟ الـ optical center. تمام كده؟ معايا محمد يا أشرف؟ optical حضرتك يا مستر. optical center ما تتنسيش يا محمد، مش ده الـ optical center؟ لان هو قال لك inside the lens جواها، يبقى مين دي؟ الاوبتيكال سنتر اوف ذا لينز.
when any line passes or any light ray passes through it, it passes as a straight line without any refraction. Light ray اللي هيعدي عليها يبقى straight line من غير ما يحصل أي refraction. The aim of mitotic division يا عيناء, mitotic هو الميتوسيس. الميتوتيك هو الميتوسيس. هما قلنا في كلمة تو كده بتتنطق في النطق فيهم هما الاثنين. ميتوتيك, ميتو, ميتوتيك, ميتوسيس برضه. هو اللي بيكون الجاميتس؟ لا طبعا. الميوتيك. ميوتيك لما قلنا بتدلع شوية أو الميوسيس الاثنين صح. تمام كده؟ طيب. Give reason. يلا. ليه continuous expansion of space؟ ليه دايما في تمدد مستمر للفضاء الكون يعني of universe؟ due to the movement of galaxies apart. تمام, due to the movement of galaxies apart أو ممكن due to the separation أو continuous separation between galaxies. مريم كتبت due to the regular movement of galaxies. ماشي صح. اللي بعد كده explosion of stars suddenly ليه؟ طبعا due to sudden nuclear reaction. Due to the occurrence of sudden nuclear reaction. طيب ادي اول سؤال. السؤال الثاني continuous expansion ليه of space of universe due to the continuous separation between galaxies. ادي اجابه. واحد ثاني يقول يا مستر due to the movement of galaxies apart from each other. تباعد الجالاكسيز عن بعضها. كل ده صح. طيب number 3, asexual reproduction produces offspring identical to those of their parents. يعني ليه الاسيكشوال ريبرودكشن بيطلع لي افراد ايدنتيكال للبيرنتس بتاعتهم؟ ليه؟ هقول له مستر بيكوز ات اوكيرز او ديبندز اون ميتوتيك ديفيجن, لان هو بيعتمد على, بقول كده بيكوز ات ديبندز اون ميتوتيك ديفيجن, بيكوز ديبندز اون ميتوتيك ديفيجن فروم only one individual or one parent. الاثنين صح. Because it depends on mitotic division from only one parent. من فرد واحد بس. خلاص شباب؟ سؤال سهل جدا وعرفناه كذا مرة. وعكسه لو قال لك ليه السيكشوال بقى بيعمل genetic variation. ليه السيكشوال بيعمل genetic variation؟ كنت اقول له ايه بقى؟ Because it from two parents, male and female, and depend on meiosis division at which crossing over phenomena occurs. بيعتمد على فردين and depend on meiotic division, بيعتمد على الميوتيك ديفيجن at which crossing over phenomena occurs, اللي بيحصل فيه crossing over. خلاص شباب؟ طيب number C, يلا. If the number of chromosomes in the human pancreatic cell 23 pairs, what is the number of chromosomes in the following cells? Sperm will fertilize it over. 23 pairs يا شباب, يعني 46. هو واحد يعني عايز يغلطنا اغلط كده واروح معاه بسرعه كده. 23 pairs يعني معناها 46 يا جماعه, احنا قلناها كتير. يبقى السبرم ايه؟ 23 بس. ما هو 23 pairs دي يعني 46. بينك وبين نفسك كده تعملها. طب الفيرتلايزد اوفم هيبقى ايه بقى؟ اللي هي التو ان العاديه زي البنكرياتيك سيل بالظبط, يعني ممكن تكتب له 23 pairs. أو تقول له 46 بس, صح ولا لأ؟ ما هي الفيرتلايزد اوفم دي 2N بالظبط زي البنكرياتيك سيل. هيبقى إيه؟ 23 بيرز. أو اللي عايز يكتب 46 صح, من غير بيرز بقى ساعتها. من غير بيرز يكتب 46 بس. تمام؟ أما السبيرم هيبقى 23 بس, نص العدد ده. العدد ده يا جماعة مش 23. ده 23 بيرز يعني معناها 46. انسى خلاص. اه اشطب بقى يا سعيد, تشطب بقى كده صح. ساعتها واضحه بقى كده السبرم هيبقى كام؟ 23 والفيرتلايزد اوفم 46 لان جالها السبرم خلاص. تعال نشوف كده ازاي. الكبيره دي توهك في ثلاث سطور وهي كلمه حرف حرف ضيع الدنيا عند الناس. مش كده يا جماعه؟ انا قلت لكم مليون مره تالتة إعدادي اقرأ بتركيز. A yeast fungus أو yeast bud emerges in the cell. يعني بيخرج كده برعه من جانبي كده من السيل. ماشي لحد دلوقتي أنت كلامك صح. Then the cell nucleus divides meiotically. يا نهار أبيض. شايفين الكلمة؟ meiotically مش mitotically. شايفين الكلمة؟
ميوتيك، هل هو بيحصل ميوتيك ديفيجن ولا ميتوتيك ديفيجن؟ ده السيكشوال ريبرودكشن، يبقى ازاي ميوتيك؟ يبقى مش ميوتيكلي، لا ده ميتوتيكلي. نمبر 3، ذا يونيفرس ايمرجد فروم ذا بارتيكلز اوف اوكسجين. لا شكرا، يبقى دي رونج. هيدروجين طبعا، ومش نيتروجين طبعا كمان، هيدروجين اند هيليوم، التصحيح بتاعها هيدروجين وهيليوم، هيدروجين وهيليوم اللي هو اتش اي. سمبل الجي ريبروديوس باي باينري فيجن. السمبل الجي باينري فيجن، تمام صح صح. بصوا كده نرجع تاني للجزئيه دي يا شباب عشان فيها لخبطه شويه. بصوا لو رحنا لاخر درس عندنا، بصوا كده الباينري فيشن بيحصل فين؟ بكتيريا، اميبا، باراميسي، ميوجلينا، اهو بصوا بقى كده اهو، خلي بالكم ريبرودكشن باي باينري فيشن بيحصل فين؟ يوني سيلر ليفينج اورجانيزمز از اميبا، باراميسيوم، يوجلينا، ومين كمان؟ سمبل الجي از سمبل الجي والبكتيريا، سمبل الجي والبكتيريا. طيب السبور بروباجيشن بيحصل فين؟ اهو نرجع لها تاني. السبور بروباجيشن بيحصل في سم الجي، مش السمبل بقى، سم الجي خلاص ما قالش سمبل خلاص. لما يبقى السمبل الجي بيحصل فين؟ الطحالب البسيطه فين؟ في الباينري فيشن. يبقى الباينري فيشن ده بيحصل فيه ايه؟ في البروتوزون زي الاميبا والباراميسيوم واليوجلينا عند السمبل الجي والبكتيريا، والبكتيريا قلنا بتيجي كتير، وادي السمبل الجي. الحاجات البسيطه دي بقى دي هي ايه اللعب فيها بقى، فاللي بيمسك منهجه يركز فيه. تمام؟ Compare between formation of spindle fiber in animal cell and implant cell. طبعا عايز حد يقول الاول؟ مين يرفع ايده ويقول؟ ادي نور رفعت ايديها، عايزين حد مش بيشارك كتير. نور ومروان ما شاء الله تمام، وادي مريم. ايه الفرق بين formation of spindle fiber in animal cell و plant cell؟ هنا منين وهنا منين؟ ها يا كنزي. في الانيمال سيل سنتروزوم، وفي البلانت سيل من السيتوبلازم. تاني لا خلينا في الانيمال سيل. ايه فروم ايه؟ انت قلتي فروم ايه؟ سنتروزوم. لا ما اسموش سنتروسوم، سنترو اه سوم. اوكي ماشي تحسبها زد. اوكي سنترو سوم سنتروسوم. طيب وفي البلانت سيل فروم سيتوبلازم. سيتوبلازم برافو. خلاص يا ولاد؟ يبقى the formation of spindle fiber in animal cell بتكون منين؟ from centrosome. centrosome while او كاتبين اهو مروان كاتب centrosome while in plant cell from cytoplasm او condensation of cytoplasm. برافو عليك يا مروان تمام. the answer in flowering plant and the ovary in the human body according to the name of the gametes which produced. يلا سهل هيا نور. الانسر بولينج جرين، الانسر هيطلع بولينج جرينز. والاوفري هيطلع اوفر، والاوفري طبعا هيطلع ايه؟ اوفر اوفيولز الاثنين صح. برافو تمام. منشن ذا امبورتنس اوف ميتوسيس ان سوماتيك سيلز. سهله جدا وسؤال مهم. ايه اهميه الميتوسيس سيل ديفيجن في السوماتيك سيلز؟ بنستفيد من الميتوسيس ديفيجن في ايه؟ مين يقول؟ قول يا مريم ايه اهميه الميتوسيس ديفيجن؟ كومبنسيتنج دامج سيل برافو. كومبنسيشن اوف دامج سيلز. ايه كمان؟ الجروث ان ليفينج اورجانيزم. برافو. جروث اوف ليفينج ايه اورجانيزم. يبقى اول حاجه سيكشوالي ريبرودكشن واتشيفينج بالظبط اتشيف ذا سيكشوال ريبرودكشن. بيحقق السيكشوال ريبرودكشن بس ده فين؟ ان هم طبعا ان ايه؟ ان مالتي ان يوني سيلر ليفينج اورجانيزم and some multicellular. فأتشيف a sexual reproduction, growth of body,
تالت حاجة طبعاً compensate of the damaged cells. تمام؟ What happened when the nebula lost its temperature according to Laplace opinion؟ يعني إيه اللي يحصل لما النبلة lose its... فاكرين يا شباب كنت قلت لكم كده إحنا بنشرح؟ قلنا what happened when the nebula lost its temperature according to Laplace opinion؟ لما فقدت حرارتها كنت قلت لكم إيه ساعتها؟ its size contract. its size contract يعني حجمها بيقل كده بيصغر بينكمش. كنت بقول لكم كده حاجه بردت فكشت شويه صح؟ الكوره دي النبله دي بردت فايتس سايز كونتراكت. وبعدين يحصل ايه؟ اتس سبيد اراوند اتسلف انكريز. سو نتيجه كده اللي يحصل بقى لما تسرع يا اولاد بقى لما كنا بنقول كده نتيجه السرعه دي it becomes as a flat rotating disk. تمام كده؟ بقت عامله زي ما تكون flat rotating disk.